يعطيكم العافية. نستكمل حديثنا إن شاء الله في chapter 4. There are interest factor for a series of end of period cash flow. هناك عوامل في عندي عوامل اللي هو interest factor عوامل الفائدة for a series of end period cash flow لسلسلة من التدفقات النقدية في نهاية كل فترة اللي هي الدفعات بنحكي الدفعات اللي هو سميناها annual payment دفعات كل نهاية فترة ممكن تكون كل نهاية سنة كل نهاية شهر كل نهاية يوم إلى آخره حسب شو متفق عليه أو annual revenue الشغلات اللي بتجيك الموارد اللي بتجيك كل نهاية سنة دفعات ممكن نسميها دفعات لإلك أو عليك تربطنا علاقة ما بينهم ما بين مثلا هون الفيوتشر والانيوال يعني هون طبعا هون استخدمت الستاندرد نوتيشن اللي هو المعادلة وبقدر بدل ما استخدم الستاندرد نوتيشن المعادلة استعيد عنها من خلال الانترست فاكتور اللي هو هذا اللي هو بقدر استخدم في التابل تمام هون عن رقبت علاقة تربطنا ما بين الفيوتشر والانيوال حيث انه F تساوي A في 1 بلس I أس الكل أس N هون ماينس 1 على الكل أس I تمام لو أخذنا مثال بسيط how much will you have in 40 years if you save $3,000 each year and your account earns 8% interest each year بيحكي لك شو المبلغ اللي راح تحصل عليه في خلال 40 سنة إذا كنت أنت بتوفر $3,000 كل سنة وحسابك بيكسب أو بأخذ فائدة سنوية مقدار 8% ولا أسهل منها أنا عندي بدي أعرف قديش بوفر بعد 40 سنة لما يحكي لي إن 40 إن مثلا إن years إن كذا إن month إن كذا إن ورقم بعدين years إن ورقم بعدين month إن ورقم بعدين day فبقول لك يعني بعد هذا الرقم يعني بعد كم سنة أو خلال 40 سنة أنت قديش راح تكون توفر قديش راح تكون وفرت يعني بعد القيمة بده القيمة بعد 40 سنة انت بعد 40 سنة قديش راح تكون وفرت تمام وبالتالي بده القيمة المستقبلية انا عشان اطلع القيمة المستقبلية معاي انه كل سنة راح اوفر 3000 فانا معاي annual revenue اللي هي العوائد السنوية بمقدار 3000 فA تساوي 3000 وعندي I اللي هي الانترست ريت كل سنة 8% وعندي الان 40 بده الفيوتشر هيتبع عوض على الاقيه بستخدم المعادله هاي هون A في المعادله هاي او بستخدم A في الستاندرد نوتيشن اللي هو عن طريق التابل تعلم كيف نستخدم الجدول تمام فهو مستخدم هون الستاندرد نوتيشن هو اسهل اشي F تساوي A تمام لو 3000 الدفع التوفير السنوي انت راح توفر كل سنه 3000 ضرب F given A اللي هو انا بدي F ومعاي A نسبة 8% لمدة 40 سنة وتساوي 3000 طلع معانا النسبة هذا من التابل 259.0565 تمام فلما يضربهم بعض بطلع عنده 277,170 دولار يعني لو هو كان وفر كل سنة 3000 وكان يجي أرباح سنوية 8% كان وفر كل نهاية سنة 3000 وكان يجي ممكن نحكي على حسابه على حساب اللي راح يكون في بداية السنة كان يجي نسبة أرباح 8% تمام نفرق ما بين هاي اللي هون 3000 عبارة عن التوفير اللي راح يوفره كل نهاية سنة تمام وكان يجي نسبة أرباح 8% على المصاري راح تكون معها في بداية كل سنة تمام راح يطلع المبلغ في النهاية في نهاية الأربعين سنة المبلغ كامل مع الفوائد المتراكمة مع الدفعات اللي كنت مع أو مع التوفير كنت أوفره كل سنة راح يطلع هذا الرقم تمام Finding the present amount from a series of end of periods cash flow إيجاد قيمة البريزنت القيمة الحالية اللي هو البريزنت من متسلسلة من التدفقات النقدية كل نهاية كل سنة يعني أنا بدي القيمة الحالية ومعاي الانيوال بيمات أو انيوال ريفينيو حسب إن كان دفعات أو موارد يعني أنت معك
الدفعات السنوية أو التوفير بيجيك كل سنة، الأرباح بتجيك كل سنة. طبعا الأنيوال ناخذ معلومة عنها، الأنيوال يونيفورم ثابتة. شو معنى ثابتة؟ يعني هلأ ممكن يجيك دفعات كل سنة أو تدفع أنت كل سنة دفعات مش متساوية. الآن الدفعات مش متساوية ما بسميها أنيوال، الأنيوال يونيفورم بيمنت أو يونيفورم ريفينيو. فالأنيوال دفعات متساوية سنوية، تمام؟ أو موارد سنوية ثابتة بتجي كل سنة، وبالتالي أنت بكون معك هاي الموارد أو الدفعات، وبدك تطلع القيمة الحالية لو هذول جمعتهم كم قيمتهم الآن عن طريق هذا الستاندرد نوتيشن أو عن طريق الانترست فاكتور. تقدر تطلع هذا الاشي. ناخذ مثال بسيط: How much would is needed today to provide an annual amount of $50,000 each year for 20 years at 9% interest each year. بحكي لي كم راح تكون حاجتك اليوم عشان تقدر تبروفايد، عشان تقدر انك توفر مبلغ سنوي قدره 50,000 كل سنة لمدة 20 سنة بمعدل فائدة سنوية 9%. يعني قديش راح تكون مصاريك اليوم عشان تقدر كل سنة توفر مبلغ 50,000 كل سنة، كل نهاية سنة لمدة 20 سنة، إذا كان نسبة الأرباح اللي بتجيك على المبلغ اللي بكون بداية السنة 9%. ولا أسهل منها، معاي المبلغ اللي راح أوفره كل سنة ثابت اللي هو عبارة عن الأنيوال اللي هو 50,000، ومعاي الفترة لمدة 20 سنة، تمام، اللي هو أن، ومعاي نسبة الأرباح السنوية راح تجيني على المبلغ اللي راح يكون بداية السنة اللي هو 9%. وبالتالي وأنا بحكي لك قديش لازم يكون معك مصاري اليوم، وبالتالي أنا بدي القيمة الحالية ومعاي الدفعات اللي راح أدفعها أو اللي راح أوفرها، ومعاي النسبة كل سنة، ومعاي عدد السنوات. وبالتالي أسهل ولا أسهل منها، بدي البريزنت معاي الأنيوال، بريزنت جيفن أنيوال، البيرسنت 9%، مع الرقم ان اللي هو 20 سنة تعوض مباشر، فبيطلع الفاكتور هذا لما تطلعه من التابل 9.1285، بتضربه في 50,000 بيطلع 456,427، تمام؟ الآن العكس، حكينا كيف نجد قيمة مستقبلية من دفعات عندي أو من توفير عندي سنوي، التوفير سنوي ثابت. الآن بدي أجد لو كانت معي قيمة مستقبلية وبدي أوزعها على دفعات، قديش راح تكون كل دفعة؟ تمام؟ لو بدي أوزعها على دفعات متساوية، قديش راح تكون كل دفعة متساوية؟ Finding A when given F. بدي أجد A معي F، يا Standard Notation معادلة، يا بستخدم Interest Factor اللي هو من التابل من الجدول. How much would you need to set aside each year for 25 years at 10% interest to have accumulated $1 million at the end of the 25 years. بحكي لك كم المبلغ اللي بتحتاج تخصصه كل عام، كم المبلغ اللي راح تضبه كل سنة، تمام، لمدة 25 سنة بنسبة فائدة كل سنة 10%، عشان تجمع بعد 25 سنة $1 مليون أمريكي في نهاية 25. وبالتالي أنت بحكي لك بعد 25 راح يكون المبلغ مليون، فأنا معاي القيمة المستقبلية الفيوتشر، تمام، سوري، ومعاي عدد السنوات أن لو بعد 25 سنة، ومعاي نسبة الفائدة كل سنة 10%. وبالتالي أنا بدي الدفعات دفعة كل سنة، قديش لازم أدفع كل سنة، أو قديش لازم أشيل أو أخصص كل سنة مبلغ، طبعا مبلغ متساوي حكيني، بحيث إنه بعد 25 سنة أجمع $1 مليون، تمام. أنا معي الفيوتشر، معي الآن عدد السنوات، ومعي الانترست، وبالتالي أسهل منها، بدي A given F، وبالتالي هاي A given F نسبة 10% لمدة 25 سنة، فعوضت هون هاي مقدار F، وبالتالي هذا الفاكتور بيطلع من التابل 0.0102، تضربه بمليون بيطلع 10
10,200، وبالتالي أنت لازم تدفع كل سنة 10,200 دولار بنسبة فائدة كل سنة 10% على المبلغ اللي راح يكون معك بداية السنة لمدة 25 سنة، عشان تجمع في نهاية 25 سنة 1,000,000 دولار. الآن نفس الشيء، زي ما أوجدنا القيمة الحالية من دفعات متساوية، طب لو كانت العكس، لو كانت عندي قيمة حالية وحبيت أدفعها على دفعات متساوية، أو حبيت أدفعها على دفعات متساوية، ممكن نحكي قديش راح تكون قيمة كل دفعة؟ تمام؟ الآن ولا سمنها، بده A معاي P، يعني Standard Notation، يا بستخدم Interest Factor A given P، نسبة Interest I for each period for n periods. نقوم مثال بسيط. If you had 500,000 دولار today in an account earning 10% each year, how much could you withdraw each year for 25 years؟ بحكي لك إذا كان معك الآن، هاي today اليوم، 500,000 دولار في حسابك، وكل سنة بتكسب بنسبة 10%، بيجيك نسبة فائدة 10%، قديش لازم تسحب كل سنة لمدة 25 سنة عشان تخلصهم؟ يعني أنت معك، بقول لك معك 500,000 الآن، وبتاخذ كل سنة نسبة فائدة مقدارها 10% لمدة 25 سنة، بحكي لك المبلغ هذا اللي معك الآن مع نسبة الفائدة كل سنة 10%، قديش لو بدك تسحب كل سنة سحبات متساوية، أو سحب متساوي كل سنة لمدة 25 سنة، قديش لازم تكون كل سحبة؟ وبالتالي بده الأنيوال من البريزنت، هاي الأنيوال، هاي البريزنت، أنيوال جيفن، أنيوال جيفن بريزنت، نسبة كل سنة 10% لمدة 25 سنة، وبالتالي تعوض مباشر، عوض محل هاي البي هون ياتها 500,000، تمام؟ بيطلع الفاكتور هذا من التابل 0.1102، فبيطلع مبلغ 55,000 ومية. فأنت لازم تسحب كل سنة 55,100 دولار، بحيث أنك بنسبة فائدة كل سنة 10%، إذا كان معك المبلغ الآن 500,000 دولار لمدة 25 سنة، لازم تكون سحبها. تمام؟ نروح على سؤال شوي، بده شوية شغل بسيط. Pause and solve. A consumer purchased a new pump for $75,000. They borrowed the money for the pump from their bank at an interest rate of 0.5% per month, and will make a total of 24 equal monthly payments. How much will Akim's monthly payments be? تمام؟ بيحكي لك أكم ستيمر، اللي هو اسم شركة أو اسم شخص، اشترى مضخة جديدة قيمتها الآن 75,000 دولار، تمام؟ وهو استعار هاي المصاري، مصاري البامب، مصاري المضخة، من بنكه. حكى له بنكه راح أخذ عليك نسبة فائدة كل شهر 5%، تمام؟ and will make a total، وراح تدفع ليهم انت على 24 دفعة متساوية. يعني لما يحكي لي دفعة متساوية معناته annual، لانه حكى لنا annual عبارة عن دفعات متساوية او ارباح متساوية، فهون حكى لي راح تدفع لي على 24 دفعة متساوية. فبحكي لازم كم لازم تكون الدفعة الشهرية اللي هي A، يعني معاي قيمة P للبريزنت، تمام؟ بنرسم كشف لو دايجرام على سبيل المثال. كم سنة حكينا؟ أو 24 دفعة. أي 23، 1، 2 إلى آخره هنا، يعني امتد الرقم، تمام؟ هون الـ present P يساوي
هو المسار اللي أخذته الآن 75,000 دولار، تمام؟ لو انت تنس زيرو بيحكي لك تدفع عليها 24 دفعة متساوية، انت راح تدفعهم هون هيك. قديش لازم تكون اي هون؟ طبعا هون اي نفسها اي نفسها اي نفسها، لانه حكينا اي عبارة عن دفعات متساوية. قديش لازم تدفع كل سنة لمدة او كل شهر؟ هون طبعا عندي الفترة، هون عندي شهر، احنا كنا حكينا الفترة ممكن تكون سنة، ممكن تكون يوم، ممكن تكون شهر، حسب الفترة اللي اختار لك اياها. فالفترة هون معطيني اياها شهرية كل شهر، مش سنوية كالعادة، تمام؟ اشي عادة اشي طبيعي. فحكى لي لازم تدفع لي اياها 24 دفعة متساوية، اللي هو 24 شهر، كل شهر قديش لازم تدفع لي؟ فأنا بدي اي معاي بي ومعاي اي، والأسهل منها تطبيق مباشر. بدي اي معاي بي، فاي جيفن بي، طبعا هون عبارة عن بي ضرب هذا المقدار اللي هو هذا الانترست فاكتور حكيناه، تمام؟ او بتستخدم بدل محل انترست فاكتور اللي هون بتستخدم ستاندرد نوتيشن اللي هي المعادلة. لكن انترست فاكتور من التابل اسهل لك مباشرة بطلع. طيب فاي بدي اي معاي بي، فاي جيفن بي بنسبة 5% كل شهر او كل فترة لمدة 24 فترة او دفعة، وبالتالي القيمة الحالية اللي استعرتها البنك 75,000، بيطلع الفاكتور هذا عبارة عن 0.0443. فمثل لما تيجي تضربه في البريزنت بيطلع معك لازم تدفع كل شهر عشان تستطيع انك تسدد المبلغ اللي استعرته من البنك اللي هو 75,000 لمدة 24 شهر. كل شهر لازم تدفع 3,323، طبعا بنسبة فائدة كل شهر 0.5%، نص بالمية، تمام؟ نسبة فائدة شهرية 0.5%. لازم تدفع كل شهر، كل نهاية شهر 3,323 عشان تستطيع انك تسدد المبلغ اللي استعرته مع الفائدة الشهرية 0.5%، بالمية، تمام؟ او 0.5%، تمام؟ هيك بكون انتهى الجزء هذا. يعطيكم العافية.